كان بودنا أن نستقبل طلاب في مدارسهم وفي روضاتهم، ولكن للأسف الشديد نحن موجودين الآن في إعدادية دار القلم وثانوية دار القلم. الوضع مزري للغاية، كما تحدثنا أيضا في بالنسبة لروضات الأخاء، روضات فاق عمرهن 40 سنة، ليس بجديد، كرفانات متهالكة لا تصلح لاستقبال طلاب خاصة أطفال 4 سنين و5 سنين. ولقد كان لنا حديث مع المدير العام لبلدية رهط، جبناه على المدرسة وعلى الروضات ورنا الأمر إيش بالضبط فيه، وأيضا أتينا برئيس البلدية مع كل الطاقم المهني إلى مدرسة الأخاء وروضات الأخاء، وشرحنا لهم ما هي العقوبات التي تواجه الطلاب في والأطفال خاصة في هذه الروضات. كما طلبنا من شهر 3 اللي فات أنا شخصيا واكب موضوع الكراسي والطوائل في مدرسة الأخاء، ووعدونا أنهم يصلن قبل افتتاح السنة الدراسية، حتى هذا اليوم لم يصل أي كرسي وأي طاولة، بالرغم من الكراسي هذول أخ علاء أنا وياك تعلمنا في نفس المدرسة، أتعلمنا عليهم وما زال في هن نفس الكراسي والطاولات، وهذا الوضع لن نعطي يد باستمرار هذه المهزلة. الإضراب مستمر حتى هذه الساعة، لم نعلن عن انتهاء الإضراب لأن لن يتوجه لنا أحد من بلدية رهط ولا من وزارة المعارف، وإذا لم يتوجه لنا أحد ويقعدوا معنا ويعطونا كتابة خطية ببناء روضات وتحسين الصفوف في مدرسة دار القلم، فالإضراب مفتوح ولن نحدد له أيام. الطلاب زي ما بيقولوا 40 أو 45، يمكن الأستاذ ما بيعرف أساميهم من عددهم أو ما بيقدر يطلع على وظيفه في نفس الحصة، لأن هذا عدد كبير وغير متوقع، يعني في هذه الظروف أن 40 طالب أو 45 طالب وآخر المدرسة، وإنه جايب علامات واطية أو علامات من 60 لـ50. السبب هو الاكتظاظ في غرف الدراسة، احنا بنطالب وما زلنا بنطالب في توسيع المدرسة وحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، وليس وعود جوفاء. الأولياء بيقولوا أنهم تواصلوا بدون جدوى، إنما هي وعود لا أكثر ولا أقل. يعني أنت تقول أنها فقط وعود ولا حقيقة على أرض الواقع؟ لو كانت حقيقة على أرض الواقع لرأينا مدرسة ثانية. مدرسة لجنة أولياء الأمور أعلنت الإضراب في مدرسة العهد من تاريخ 1/9، واحنا مستمرين ان شاء الله في هذا الاضراب كماني يوم الاحد القادم. مدرسة العهد فيها مشكلة، فيها عدة مشاكل، ولكن المشكلة الرئيسية والمشكلة الكبيرة هي مشكلة الاكتظاظ الطلاب. عدد الطلاب في هذه المدرسة كبير جدا، المدرسة فيها اليوم بيتعلم 675 طالب، بينما قدرة المدرسة على الاستيعاب هي 480 طالب. احنا في لجنة أولياء الأمور بنطالب بحل هذه المشكلة بأسرع وقت، لأن لا يعقل أن في المدرسة اليوم يتعلم 44 طالب 45 طالب في هذا الجو، يعني ما في مناخ تعليم مناسب للتعليم. احنا لن نسمح أن يستمر هذا الوضع القائم، وسوف نقوم بالاستمرار بالإضراب، لأن مش احنا ودنا إضراب، لأن الإضراب بنشوف هو الحل الوحيد. احنا توجهنا لجميع المسؤولين خلال السنة الماضية من أجل تفادي الإضراب، ولكن لم نجد حل إلا الإضراب. يعني جينا الصبح على المدرسة، المدرسة غير أهل للتعليم، المدرسة فيها عمال وفيها طلاب في نفس الوقت، وفي موجودين دائما العمال والطلاب في نفس الوقت. طلبنا من البلدية من قبل شهر ان المدرسة يجدوا حلول لنا للمدرسة، ما حد اعطانا حلول للمدرسة. بنطلب منهم المدرسة، ما مش راح ننقل طلاب للمدرسة لمدارس ثانية. الحل الوحيد والأمثل اللي حكيته مع البلدية، لازم يسووا عزل بين ورشة البناء لبين الطلاب والمعلمين اللي بيعلموا في المدرسة واللي بتعلموا الطلاب في المدرسة. وثانيا البلدية بتقول لازم 60 طالب في الصف الواحد لازم يكون. أنا مش موافق على الحاجة هذه، كل لجنة الآباء مش موافقة على الحاجة هذه، فبنطلب من البلدية
توفير كرفانات أقل القليل 6 كرفانات في الساحة الخارجية اللي يتعلموا فيها الطلاب. هذا الوضع اللي موجود. المبنى مدمر تام، تدمير تام في الطابق الثاني، وما حد بيقدر يتعلم في الطابق الثاني. ناهيك عن الطلاب جو الصبح مبسوطين، يعني هم والأهالي ولابسين كويس ومجهزين للمدرسة. للأسف الشديد البلدية استهترت في المكتوب اللي بعثت لهم قبل 20 يوم، يحسبون ورقة ونحطت على الطاولة عندهم، شكلهم ما قدروا الموضوع حق تقديره. حارة النور هي تشكل 50% من طلاب مدرسة الزهراء. احنا 400 طالب في مدرسة الزهراء. للأسف الشديد في مدرسة الزهراء لا يوجد أبسط المتطلبات لطلابنا. في عندنا عدة مشاكل، أولها التراخيص حسب القانون غير موجودة في مدرسة الزهراء. توجهنا وطلبنا جميع التراخيص على أن المدرسة قد فحصت على أيدي مختصين، ولكن لم نستطيع الحصول على المستندات، لأنها حسب رأينا لا يوجد مستندات أصلا. مدرسة الزهراء هي مدرسة من حوالي 45 عام مبنية، مدرسة مبنية على شكل تركيب، مركبة تركيب وليست ببناء طبيعي، لذلك على المدرسة أن تفحص كل سنة. هذا أحد المشاكل في مدرسة الزهراء. المشكلة الثانية أنه طلاب حارة النور بالذات هم الطلاب الوحيدين الذين عليهم أن يقطعوا الشارع الرئيسي من أجل أن يصلوا للمدرسة. في المدرسة لا يوجد ساحة لمصف سيارات المعلمين. المعلمين بصفوا على الشارع الرئيسي ويغلقوا الطريق، وهذا يسبب خطر على الطلاب عندما يقطعوا الشارع إلى الاتجاه الثاني لجهة المدرسة. أيضا عندنا عدة مشاكل، ومنها الترميم الكلي للمدرسة. المدرسة من سنة 2018 حتى اليوم وهم يوعدوننا في ترميم للمدرسة. بلاط مدرسة الزهراء من عام 79، أبواب مدرسة الزهراء حتى اليوم من عام يمكن 85 86 لم تغير. الشبابيك لا تفتح.